قار كمي دو قربتشو قرهير سومالي لاري الشيخ هادن حاجي محمود حيري أدسيرو أي أفر بقول أي أفر تصاع عدود وقود ديقي بيرلي قبل كمرو دجيح كاترسان إن بيرها لوغو قدو سي لوغا تاكولا يو أباتي سوفوت سارتي بيرلي دو كودا قان قلبيت كعاسمة دهر جيسا وركان شام عادن أي نو دياريي شيخ آدن حاج محمود حيري آدن سيرو كميد علماء الدين كووين غير سومالان أي دقمد حرف قول كمرود تشيح وحا وقارسيي لابا بقول يا فرتن ساعدود وكوة بير قدستا لابا بقول يا ساعدود يا وحا صود ريدت كا محسنين تاهي قربة شوق سومالان هلكا او شيخ آدن سيرانا قارسيي أفرتن ساعدود وحنا أقرنتي هالكاسي كهلاي شيخ آدم حاج محمود حيري آدم سيرو ما أنت واحد تشغل حرف أورنتي ميلها وقف عوين مركز ديجنا هلا يجي يتمرد السمال كمدة وحنقول نمد إن إلهي بعود له سقى عيادتك وحكارسية سقى عيا وحبيحية لكن وحي راكوبن ودتك إن الخير خبضن هل كان مقعيدو ده نكشي جدونا إنك رأى أحمد محمد نور يا عبد السامد أحمد يره يا أحمد حسين شامع يا حبلها شدت شوقة يا سارة عبد الله يا سيني كوكيل تاي جمعية أهل القرآن لا يلاحظه صعده رنتي هنتدي أي صادرين وقيبة كم دي ولي أي صعدة أي ما أنت هل كان لا بقول وصعدود إن شاء الله تعالى نكون بحين دونا وحنورها عندنا فرتن صعدود ذو كله وضياشا نخلطي كلني إياقو مقليان محوها إياقو قيبين تقود إنتو قوسيج الإحسان أيالا سين دونا ديغان كا رنتي حرف أيالو قيبين دونا سي أينو أغاق مارانو واحد يبدل لغا كينيو أينو وحلا صوبحنو هبلا سي نمضا سي خير كبادن لأي إهل كا إددكو دو صوب دمقضي وحنو لين هاي ماشي أي كسو سارين وحكا خير بادن إلهي هاوكو بدل وحاسي وينو صدوي قار كميدا وضياشا ديغ مدى حرف كوري إلهي بام حدلي مارك الله بادنا والله يقال نوصو أرحمي اللي عكتا نوصو ديري يا نوم حدنا قينا مارك استحاد وحا نوم حدنا قينا شيخ آدن سيرو او إلا جيدالك انتي أبارتو سعوتي آن كل قرون لغا عقادين هدي بيتاهي يا هدي ساعديو كوو دنبيتاهي نولو شيدو كوو دايتاهي وخي و نو هلبا قلبي وناكسن يا ولال تنيمو مالو البو حسان ايو كاليان له جيستا كلنا حاجي آدن سيرو وحا و حفيزكيسا مغالدا هرغيسا كوريتيي لبا بقول او ساعدود وضياشا ديغان كا دبولو و اي سو درين ددكا محسنين تاه اي ديغان ودن كا فيلن غارهانا كوبو بي اوركا هرمرين تا اي هو داله ما هاد إلهي كدي بوحنو هالكن مان توقو ما هاد دقينا ولا الله خير كبادن لي او كوكي لي فنلان شوغا اي هو ضالي كبهوبي اي احمد محمد شيلال ورونتي مسؤول كاها اي العكتيا صدير تيوي نسوغا لبارك الله فيكم هالكن مان توحنو كبحن ان قيب كميدا العكتيا صدير تين دين لا بقولو ساعدود ورونتي تولد الربولة قيب كميدا لو تريدونا وحلقية برونتي ووحير لكن إلهي أكتي سكوين وحنو إلهي كبرينا ماشي أكسو سارتين وحكا خير بدن إن إلهي دين كوبدلو تلك سو حصوصتي تلك أبارته العضي هذه أبو ماتسيهين مانتنا برواق على كجراء بيري روبا لقود كرلا يها ساعته تنو البعينتي ألو كارتيو أي أنو أبو من ناشن هذا أدبر ما سنتين تلكنا نسو عاوي هدان قد قلاشي دولوغ النهاي halkan mahadban ka soo jeedeen ilaah xamaad leh sheekhuuna soo gaadhiyay si fiicanna magarna sawaanu ka qabalnay waxaan mahadnaqayna hadii lugta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool muddooyinkii ugu dambeeyay waxa isbeddel ballaaran ku yimi horumarinta adeegyada arrimaha bulshada wariyahayaga Cabdiraxmaan Muuse Umar oo dhawaan socdaal shaqo ku tagay gobolka oo imika ku sugan caasimadda Hargeysa ayaa warbixinta nooga diyaariyay saanood ee xarunta gobolka Sool waxa ka shaqeeya gaadiid kuwa loo yaqaan bajaajta kuwaasi oo si weyn dadweynaha ay u raacaan isla markaana meelaha ay doonayaan ay ugu aadaan haymi kan la kulmay maxamed axmed faarax oo kamida gaadiidleyda bajaajta dadka ka shaqeysta ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaan weydiiyay bal hada qaabka ugu shaqeysto iyo qaabka bulshadu ay isticmaalaan bulshadu waxay isticmaalaan bajaajta biyaha ay isticmaalaan oo raacaan ee anagu adeeg fiican ugu shaqeynaa
قفوا مش الدنيا جينا نبضنا أشقينا أديكوفن سلوكوا نكسنا أشقينا بسات ترى على مارما حتى نرش كم نقطعي ساسان ولا لوش قسمة وتعي نلشينا مركز إكتو نور المعلومات كنا ما يهين قار كوف لأنه كسب حلو حار نور ما تسمع مروه الله يعني إنك استو هذا ويا هذا بيرا سوق يرد جهي هسيبته مركز أي مسقف قاطع شقف قاطع شقف ها مالنتي على لسهان تدين تلك بعد كرتا والله بس كوي كرو بدين يدكن كرو واحد كلوطة وضيالا لكل نمعان وكمدا قادلي دا كدح شقيا مجال هذا الأسعارات حرمتها قبل كسول قارهنا جديد كبشات كله يقانو النم عمل واحد يقبر أنت سدا يستعمل أنت تقولينه آه سوى نكسين أيوة استعمله آه بدي أنت لك بتشغلينه لا إلا لو سنو أي مركا نورشة مركا ديتو مد برتاح ها أدي أد مد برتاح لكن سهاد روز كسول بدن يوم وعودين كيو هي متوين قصص كسول بطي عسي هرم هذا magalada la sacaanood ee xarunta gobolka sool ayaa suuqeedu si balaarnay maalinba maalinta ka dambeysa iyadoo ganacsigu u yahay mid si xoogaysanaya qaasim ciise oo kamid ah sariflayaasha magalada la sacaanood ee suuqa bartamaha ayaa waxa aanu wareysi kala yeelanay bal hada sarifka lacagaha kala duwan ee uu ka shaqeeyo shaqadan muddo hadda dhan 5 sano ayaan ku guda jiray sarifka lacagaha وحوية مركا إن ده مش بدلات صرف كو هذه أشهر رأيت كي هراء إن ومركا مرة يي أما وبل كهر مرة يهدر ما تمرين ما حد كلو يجا ورنتا إن لعجيو خلاه صرف تو إيه كسو مرة محاكم ده محاكم ده يتوبيان كا إن وحان كلو صرفنا هذا اللي بري بيرتن بحشن إن ريال سعودي جوا درك تادي شيخي سعودي أيها بهلكم كويلا مركا العك سعودي جيدا لفت كده وصرفنا إمارات كوان صرفنا هذه اللي بروحها هم مر بده وحي مارتي أن وكمر أيوه حو بدي بوحنا ويدينا ده مارتي ده كان ده شراء أن عربها أياد تلفون كده ود ويدينا سوونا سنتيس ريال سعودي كمر أيه ده كنا حجتش كي مركا حجتش كلا هذه لصو نقدان مركا سال صرفا دينا عكرنا قار كم ده موادينين تا سومالي لان جبل كاسول ayaa ka hirgeliyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Asool goob caruurtu ay ku madadaashaan isla markaana ay ku ciyaaraan waqtiyada ay firaaqada leeyihiin wax badan oo xarunta Soomaaliland laga sheegay hargeysa gobolka kama jiraan dadku maanta waa maalintii ugu wanaagsan waxana goobtaasi ay noqotay goob muhiim ah oo dareenka bulshada gobolkaasi ku dhaqan soo jiitay iyo caruurta halkaasi ku madadaalataba waxana arintani suurta geliyay deganaanshaha abniga iyo xasiloonida ka jirta deegaanada gobolka Asool xildhibaan axmed maxamed diiriye nacna oo kamida xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa shacabka ku dhaqan gobolka Muurjeex ugu baaqay inay si mugna uga qayb qaataan diiwaangelinta codbixiyaasha jaamac aadan ayaa diyaariyay warkan mudanaha ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo wafdiyeenada kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa hambalyo u diray shaqaalaha dawladda xuska kooda bisha May ee maalinta shaqaalaha adduunka xildhibaan axmed maxamed diiriye nacna waxa uu sidoo kale ka hadlay tahriibka dhalinyarada ee shaqalaantu sababto isagoo kambiniyada iyo hay'adahana ugu baaqay in arrintaasi u bedelaan mid ficil ah oo dalka ay ka hirgeliyaan shaqaabuurka dhalinyarada وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول ل
sidoo kalena gobolka Muroodjeex ayuu bulshada qaybaheeda kala duwan ugu baaqay inay ka qayb qaataan isdiiwaangelinta kaarka codbixiyaha ee muwaadiniinta Soomaaliland ka kaca oo diiwaangelinta gal oo kaarka qaata oo محكمه gobolka Hawd ayaa xukumo kala duwan ku riday dadku eedeysnaa seerayaal ay si sharci darro ah u ooteen maxamed jaciir oo axmed ayaa baligubadlo warka nooga soo diray maxkamadda gobolka Hawd ayaa maanta xukumo isku jira xadhig iyo ganaax lacageed ku riday eedeysanayaal qab sharci darro ah u ootay dhul ka tirsan deegaanka banka taasi oo xukuumadda Soomaaliland ay hore uga mamnuucday in ay cid oodato gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hawd Sheikh Cabdullaahi Maxamuud oo Cabdi ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday lixdan eedeysane maxkamaddu waxa uu fariisatay fadhigii afraad kiiskii loo haystay lixdan nin ee la kala yiraahdo Ibraahim Cabdi Aadan Ina Aamina محمد سيديريا لغا تجر يا إنا أحمد محمد حرسي إنا عامنا إنداء محمد ربي ياكر تجر خالد أو عبد الله آدم إنا حاو آدم ربي لغا تجر عبد الفتاح محمد عبدي إنا السمسم سعيد أفريا لغا تجر ليك قرآن ضريح إنا هند عمر سد جل علي إيد آدم إنا آمنة عبدي كنت جل لمن قاس ودم مانتود كوجة في قلب بركة أح آية القرآن كار هي سورة النساء سجالي كنت آية سجالي كنت هذه سورة النساء هو يقول له يهي أبي الله وأبي الرسول وهو الأمر منكم وكوجة في إياه قلبك حرك عقابك صدق بقول يسدي وحير قلبك حق عقابك شن يستقاش واسو دمانتو قلكي قري الممنوعي الممنوعي دمان يعني وعمر الرسول الجيدي اسكا اوطي سيدا اوكي محكمة دورك عركتو قلبا اي آياتك القرآنك وحاكو حكمتي مدكي والبا لح برود وحارقة يا لح بقول وصكم وصوما للينا ايو سيدو كالي geesta kale taliyaha qaybta ciidanka booliska ee gobolka Hawd Axmed Cabdullaahi Cabdi iyo taliyaha ku xigeenka ciidanka asluubta ee gobolka Hawd Haaruun Xuseen Nuur oo goobjoog ka ahaa xukunkan lagu riday lixda eedaysane ayaa sheegay in xukunkan uu dhacay si cadaalad ah isla markaana fariin adag u diray cid kasta oo run guri kaga jiro oodashada dhulkani dad muntaystay inuu ku dhaco waa la soo qabtay lix kamida kuwii kalena waa lagu daba joogaa xukunkaasina si cadaalada uu u dhacay waxaan sheegayaa xukunka maanta dhacay inay si cadaalada u dhacay iyadoo hore looga maaray dadka dhulka xayafna hore loogu gadiyey imakana ay dib u soo baskiciyaan markay barwaaqadii dhacday maxamed jaciir oo axmed iyo axmed maxamed cawaale tifiga qaranka soomaaliland magaalada balugubadle wasaaradda dib u dejinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adda Muslim Aid ayaa deeqo xoolo loo gaarsiiyay bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan deegaanka Hoosimaada degmada Mandheera ee gobolka Saaxil Cabdiqaadir Xuseen Nuur Dacar ayaa warkan haya deeqdan xoolaha nool ah ee hay'adda Muslim Aid iyo wasaaradda dib u dejinta ku wareejiyeen deegaanka Dooxa Guban oo ka tirsan degmada Mandheera ee gobolka Saaxil ayaa ahayd mid lagu xoolaynayay dadkii ay xooluhu kaga baxeen abaartii saameysay deegaanka Dooxa Guban ee degmada Madheera xoolaha nool ee hay'adda Muslim Aid ku taageertay bulshada ay xooluhu ka baxeen ayaa dhamay 250 neef oo ari ah madaxa hay'adda Muslim Aid ee Soomaaliland Sidiiq Maxamuud Gaheer oo ugu horeen u wareejinta deeqda xoolaha ah ka hadlay ayaa ka warramay tirada dadka ay ugu talagaleen xoolaha iyo siyaabaha loogu qaybinayo oo 26 qoys ayaa u qaybeen halkan ugu qaybineyna in xoolo oo reer kasta la siin doono 4 neef
xoolahan isku jira qaar dhalaya lo'da dhaqbaati ee dhamaantood soo lagu talagalay ujeedaduna ay tahay inay dadku kaga soo kabtaan sidii loo xoolayn lahaa ama dhaqaalahooda maalmeed kor ugu qaadi lahaa. Maayalka degmada Madheera iyo sarkaal ka socday wasaaradda dib u dejinta ee Soomaaliland ayaa iyaguna ka waramay muhiimadda ay xoolahani u leeyihiin bulshada ay xoolahoodu kaga baxeen abaartii saameysay, iyagoo geesta kalena mahadnaq ballaadhan u soo jeediyey hay-adda Muslim Aid ee dadka deegaanka dooxa guban ku taageertay ee kaalmadan xoolaha noolaa. Deeqdaasi loo keenay bulshadeeda walaalahayaga islaamka ee ay ugu talagaleen dadka ay kamkooda iyo dhaqaalahooda iyo noloshooda inay ka caawiyaan oy kor ugu qaadaan, waanu uga mahad celinaynaa. Waxaynu halkan ku qaybinaynaa 284 neef oo xoolo ah oo loogu talagalay 206 qoys. Marka koowaad waxaynu u mahadnaqaynaa hay-adda Muslim Aid ee caawimada dadka ay abaaruhu saameeyeen ku taageertay ama 206 qoys ku taageertay. waxaan leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin had iyo goor sida ay shaqada heeganka ugu yihiin ay dadka u taageeraan aan baa wax ula qabtay. Mid ka mid ah odayaasha deegaanka la xooliyay ayaa isna hadallo mahadnaq ah ka soo jeediyay halkaasi. Kale waan ugu doonayo aadna waa ugu mahadsantihiin aad baan idinku mahadnaqayna. Haddii rabbi xugmaayo sidii loogu talagalay inaanu anaguna qorshahiisa u galo haddii aan la ka dhigaayo dhaqmaatigiisa iyo ilaalintiisa dee annagaa ila imkalehe aan u ilaashanno isaga oo haddii aan ka dhigayo wax badan laga faa'iiday inaynu isugu nabadnaa ilaahay baanu kartay. Xildhibaanad rooda oo ka tirsan gunayaasha deegaanka dalka Finland oo howlo shaqo ku joogta magaalo madaxda gobolka Togdheer ee Burco ayaa booqatay xarunta wax akhriska ee naadiga Halkraan, sida uu warkan Burco looga soo diray wariye Saciid Saleebaan Nuur. Xildhibaan Roode Cabdillaahi Xasan oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Turkuulu ee magaalada madaxda labaad ee waddanka Finland iyo wafdi ay hoggaaminayso ayaa saaka booqasho ku tegay maktabadda naadiga akhriska iyo qoraalka ee Halkaraan ee magaalada Burco, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey mas-uuliyiinta iyo xubnaha naadiga Halkaraan kuwaasoo ugu xog waramay marxaladihii uu soo maray hirgelinta naadiga Halkaraan iyo goobaha ay reer Burco wax ku akhristaan, duruufaha ku xeeran iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in wax lagala qabto, iyagoo si weyna ugu mahad celiyey xildhibaan Rooda iyo Dr. Maxamuud Cirro oo ka mid ah dadka sida joogtada ugu xidhan ulana shaqeeya naadiga Halkaraan. Idinku soo dhaweynaynaa xarunta naadiga akhriska iyo qoraalka ee Halkaraan, anigoo ah gudoomiye xigeenkii iyadoo gudoomiyihii safar uu nagaga yara maqan yahay. Aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa sida wanaagsan ee qayb ka mid ah waqtigiina qaaliga aad noo siiseen si aad noola ogaataan waxqabadka qiimaha leh ee dhalinyarada Turkdheer ay u qabanayaan bulshadooda, ee islamarkaana aad na dareensiisaan inaad na garab taagan tihiin oo aadna barbar joogtaan mar walba. Aad iyo aad baan idiin soo dhaweynayaa. Waxaanu meelaynaa oo aanu hubnaa inaanu ku guulaysanay yoolkii himiladii iyo halkii aanu lahayn dhalinyar ahaan ee aan doonaynay inaan dhalinyarada gobolka Togdheer u samayno ayaan hubnaa inaan ku guulaysanay. Barnaamijyada aanu qabanno ee aan dhalinyarada ku maaweelino ilaa 5-6 barnaamij baa jira. waxaa ka mid ah barnaamijka tartan aqooneedka oo aan bil kasta rabada dugsiyada u qabanno, waxaa ka mid ah bandhigga hibooyinka caruurta da'da yar ee andrejka wixii 15 ka yar inaan hibooyinkooda soo bandhigno. Cabdixiyada tusaale u yahay dhalinyarada caruurta ah ee bandhig hibooyinkii ka soo baxay barnaamijyada ay Halkaraan qabatay baanu ku soo baxay. taas awoodeed Halkaraan waxay ku dadaashaa inay bil kasta samayso bandhigga hibooyinka caruurta, khamiis kastana ay halkan ugu samayso akhris wadareer caruurta. waxaa kaloo iyaguna meyn ah bandhigga buugaagta la qoro. Xildhibaan Roode Cabdillaahi Xasan iyo Dr. Maxamuud Cirro iyo Mr. Artis oo ah gudoomiyaha maktabadda ugu weyn dalka Finland ee akhriska ayaa ku ammaanay dhalinyarada gobolka Togdheer dadaalka ay sameeyeen iyo maktabadda ay ugu talagaleen inay reer Burco wax ku akhristaan, sidoo kalena ku bogaadiyey samirka ay muujiyeen muddadii 7 sano ahayd ay halganka ugu jireen in reer Burco helaan rug ay wax ku akhristaan, waxaana u ballan qaadeen inay iskarab taagayaan oo wax kasta ay u baahan yihiin ay wax kala qaban doonaan fariintooda iyo codsigoodana ay gaarsiin doonaan meel fog. waa ku dhawaaqaya waan ku dhawaaqaynaa waa ka sheegaynaa meel bulshada waxay ummad wax noqotaa markay yeeshaan goob cilmigii loogu talo oo santra. waxaan isku dayeynaa sida bedbeda u dadaal u samaysay
إنه يدين كنا باب كستيدي صغر عنا حكم يجبنا لذلك نوضع عقبات كستواد لكل مسار حيث قلت لنا يال سعيد سلابان نور تيفيقا قران كسومالي لان مقالة برعوه مقالة عربسيوه او كميدة دقموين كويا لقوبل كقبيلي وحالقو قبتي مناسبات أبال مرين لقو قدوسيني أردي دميستي وحبرشاد مداريسكا العرفان اي دقمدة عربسيوه أحمد عثمان بطون ايا وركان حيا مناسبات لقو أبال مرين اي أردي دقسيادة العرفان اي مقالة عربسيوه ايا لقو قبتي سلا دقمدة عربسيوه اي قبل كقبيلي حفلتنا وهايد مدى دوبا لاران ايا وحا كسو قيب غالي ددوينها مقالة عربسيو وقال والدين علمو ايو مرتي شرف غالي وقهرين وحا مدشان كهال لاي معمولها مع العرفان داود يوسف مدر وحانا وكوار رمي مرحالة ديه ايسو مرتي ايا هالكا ايمان تماريسو سيدو كلا معمولوه وحا وكوار رمي قرشياشا مدارسكا ايا لفلا يو اندوان لغو في ديو قبالكا ميدا دالكا قار كميدا والدين تا يارددو دو وحكا برتان مدارستنا العرفان ايا يغونا كاور رمي سيداي ديدوينا هديغان كان وغفا ايديستين اقوان تلقو بيحيو معاهيدا العرفان تاسيو احمد العقلاعانا ارديدا ايا يغونا سيدو كلاو حيالكا سيكو صوبانديغين نشيدوين خطبادو لغو باهين اي لغادة عربيغا دعوين اي سوغان كالدوان قدوميها محكمة دا رفعانكا شيخ اسماعيل محمد ابراهيم ايا يساقونا كشيكي qaab kii ay u hana qaaday madrasadan isagoo sheegay inuu kamid ahaa dadkii wax ku soo bartay isla markaana macallinka noqday isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay halka ay maanta marayso sidoo kale gudoomiyaha degmada Arabsiyo Abwaan Cabdullaahi Cabdi Faarax ayaa isaguna madashan hadal kooban ka jeediyay aan waxaan sugnaaga in maanta ka soo gaar galo hadalada ardayda qaybinaysa maanta ee madarista al-Irfaan وأنا أشاهد أن المدارس في 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 gudoomiyaha waxbarashada degmada Arabsiyo Marwo Fadhiye Ma Hassan waxaana ay ku hanbaliyeysay maamulka iyo macallimiinta dugsiyadan sida ay bulshadooda ugu hagar baxeen isla markaana aqoonta ugu gudbiyaan ardayda ay waxbarayaan gabagabadii gudoonka waxbarashada gobolka Gabiley Mudane Cabdi Samad Sheikh Umar ayaa ka hadlay munaasabadaasi dadka Allah ay dii barakeeyo halka ka sii wada ha ka hadinayaa ardayda waalidiinta waxaan leeyahay aqoon wax ka dhalay oo ay ka soo baxaan aqoonyahanno badan oo bartay aqoonta diinta iyo maadiga aasaasay qoys ku suntan taariikhda aqoonta diinta isla markaana waxa waqtigan dhiri geliyo horumarinteeda si weyn gacanta ugu haya kuna hawlan sheekh weyn ee sheekh daawud macallin axmed oo kamida culimada ugu waaweyn dalka waxaanay macaahidani kamid yihiin kuwa fara ku tiriska ah ee aqoontooda lagu helo lacag la'aanta waxaan la rajaynayaa in dhawaan adeegyada aqooneed lagu baahiyo qaar kamida gobolada dalka wararka looga imanayo gobolada iyo degmooyinka dalkana waxa kamida xaflad lagu soo gootinayo ardayda fasalada 8aad ee dugsiyada hoose dhexe ee Al-Nuur ayaa maanta lagu qabtay xarunta dugsigaas munaasabadan oo ah difaacadii 19aad ee ka qalin jibisa dugsigaasi ayaa waxa ka qayb galay waalidiinta ardaydoodu dhigata dugsigaasi macallimiinta wax ka dhigta dugsiga maamulka dugsiga iyo ardayda wax ka dhigata dugsigaasi munaasabadan oo lagu soo bandhigay ruwaayad ka turjumaysay qiimaha waxbarashadu leedahay ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay maamulaha dugsiga maxamuud nuur maxamuud aad ugu mahadnaqaya ardayda labada fasal ee siilaadka sidaad ee iyo sidaad bi ardayda imika ka baxaysa fasalada sidaad waxaan oranayaa halka ama wakalaanta oo dardaarama halkaas wax weeyaan waxaan kooni soo galay sanadka dhan waxbarashadeenu siday ahayd dadaalkaynu soo galnay waad ogeydeen ilaa bishii iskuulka la furay 9aad ilaa maanta dadaalka macallimiintu ay gashay waad ogtihiin waxaan imtixaan iga qaadnayna waad ogtihiin nin walba leefarka uu joogana wuu ogyahay waxaan leeyahay ardayda siilaad tartan baan kula tignaa gobollada soomaaliya oo dhan waxaan kaloo tartan kula tignaa iskuullada kale ee magaalada
وحن آدي آدي نقوم بغادينيا إلا إنان ديالسن اتحاكا نقصو سعلا ليفنكا سيدو كلاو حيوغو نالكاسي كادلي قار كميدا معلمين تاوحكا ديكتا دوكسيغاسي إيا والدين تاردي دودو ديغتو وحن هالكن ماهد نقبالارن وسيل شيدينيا دمان أرضي لغب بلالو فسك الشنات إلا فسك اللحات إلا فسك السيدات إيا حفلة دا القيمة علي نقل سوق يبقلي حفلة دا ما تعلمو فقنوه وحفلة لبلا فصل إيا ويلش إيا حبنو سوق دياريين ونا سوق دياريين دوكسيغا تاس أو آن عيدي كسو عاوين أو إيا هو اسمو لغو قبصدين أرضي لغب فسلان السيدات حفلة دا أولا هم حدنا قيمنا أمرنا في تي في قرنكا بورما ololahan ayaa xogayaa dawladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheekh Ismaan Nuur uu ku sheegay in 27 marka fulin doonaan gudaha magaalada Burco isagoo sidoo kale farriin cod ah u diray bulshada reer Burco xogayaa degmada Ismaan Maxamed Sheekh qaar ka mid ah dhalinyarada ururka kaalmeeya ee kala shaqeynaya ololahan nadaafadeed iyo waliba dadweynaha magaalada Burco ayaa ka dareen celceliyo ololahan qashin ururinta iyo nadaafada ay dawladda hoose ka bilowday magaalada Burco iyadoo lagu jiro xilli roobaad isla markaasna ay halis u yihiin qashinka iyo roob oo ay ka dhashaan cudurro iyo xanuuno halis ah maanta ururka kaalmeeyay kala hayay dhahayteen nadaafadda uu gool ka qaaday dhamaan aanu soo maray goob badan iyadoo gacan weyn ay naga siisay dawladda hoose gaar ahaan xogayaa dawladda hoose oo aad iyo aad aanu mahadcelinayno jirna oo la ballaaran oo nadaafadeed oo magaalada Burco waxa mar walba nagu waajib ah nagoo isku duuban maamulka iyo golaha deegaanka ee degmada Burco inaanu qashinka iyo nadaafadda guud ee magaalada mar walba ka shaqeyno waxaanu doolinaa insha Allah taala in aanu khamiis dhaaf maalin labadii khamiisood ba hal mar ololaha ballaaran ee noocan oo kala ah aanu ka sameeyno magaalada kaalmeeyo oo kala la doonayo dhalinyarada kale iyo ururada kale NGO-yada ganacsiga wixii lamida in galas dhamaanta sida kaalmeeyo oo kale hagaar la'aan loo gala shaqeeyo nadaafada dilweynaha reer Burco waxa lagu waajibay oo aan iyagana u sheegayna waanu ku celcelinayna hadii aan idaan nagala shaqeyn nadaafada sida kaalmeeyo kale hadii idaan iskaay garabtaan shimaas wax ka muuqda shaqaali dawladda hoose gaadiidkii dawladda hoose ee mucaadkii nooc walba leh dilweynahi waanu baahanahay dhalinyarta kaalmeeyo kale sidoo kale aan doonaa iskaay garabtaan maamaha Soomaaliyeed baa wax tiraada gacmo wada jir bay wax ku qabtaa مصطفى عثمان مقالو تلفزيون كقرن كسومالي لان wariyashada ka hawlgala dalalka dibadda wararka ay diyaariyeen waxa ku jira waxa magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo isla markaasina lagu soo dhaweynayo suldaanka cusub ee suldaan Ahmed Hassan Jaamac Bakr oo 28kii bishii Abriil ee aynu ka soo gudubnay lagu caleema saaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer munaasabadan ay guud ahaan ka soo qayb galeen uqaasha salaadinta garaadada wax garadka iyo siyaasiinta dhamaan bajaliyada Soomaaliland ee ku dhaqan dalkan Kenya ama East Africa ayaa هاي مدل جرشة كي تاريخ فعوين أي غير سلطان أحمد حسن جامع بكر يقول سكود أي كل خاين سلط دلها جمهورية سومالي لان كارهانا وغورينا وضياشا سلاطين تي يوح قرد كرير سومالي لان يقول تاسي كهدلي أي يوح هذا اللدود كمدها سلطان وحالكن شرط رايد كو قبانايا وضيال دقاميت كا سلاطين تا عقاشا garaadada ka soo jeeda dhamaan deegaanada ay ka kooban tahay jamhuuriyadda Soomaaliland shirka jiraayid oo looga dilleeyay in lagu taageero ama support lagu siiyo suldaanka soo kordhay odayaal dhaqameedka guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer suldaan Ahmed Hassan Jaamac Bakr oo 28kii bishii 4aad ee aynu soo dhaafnay 2016ka caleemasaarkiisa iyo caanshubkiisa uu ka dhacay caasimadda gobolka Togdheer ee magaalada Burco suldaan Ahmed Hassan Jaamac Bakr wuxuu ku dhashay magaalada Qoryaale taariikhdu markii ay ahayd 1963kii waa suldaan cilmi aqooneed oo diiniya iyo suldaan yani maadiba wata waa suldaan ka soo jeeda qoys talinayay ama waa suldaan yani talada guriga uu ka soo jeeda looga hayay muddo gaaraysa 150 sanadood halkan waxa aan ka hambalyeynaynaa suldaan Ahmed Hassan Jaamac Bakr waxaan leeyahay suldaanka suldaankii allihiisa udgoon uu nabigii ashahaada qiraaya ee salaadaha uga akhriyaya qur-aanka asal raaca islaamka horta ilaahay ka yeelo
وسوداك سوشيدا وحبلنا كشري إسقى إيو أبيه أوجي دمان يعني رايحة شام علم وحكيت سوشيدين إمك روحنا خبرية لسفع خبرية لسوداك سوداك حتى شام عبكر وحملنا هيمرك كوبات سودان أرين تالقو عليه مصاري وأنا كوجو همبليننا مرك الله بدنا وكوجود عيننا حلك الله مصاري إن إلى هاي كوجو أسطرو أيان كوجود عيننا وأكفر أحسن هنا كسوق يبقى تو مناسبة لغو تهنيدين يو سلطان أحمد حسن جابا حتي سلطان لدورتو لما مسلوم بالغا لحد لايو وادردار يو يدعو لما دا سبا لغو كالبايا دعا دوا دعا يسنو إلا هاي حلقا كو أسترو وو تدكي ساب بدنما دايدا يو ودا چركو دا يو ولا قودو كشق يو إلى هاي نوفض ذي يوين قد عالي عبد الله عبد علي تفيق قرنك الجمهورية سومالي لان مقالة النيروبي وركي وداوداشي دا قدرين تا شرفتا إيا كرامة دا نقام ودن أدكرس عطين استوديو قد دحية تلفشة قرنك الجمهورية سومالي لان وكل إيا عاسمة دا هرقيسة انتاس أيوكو إيجي هاي انتا أنا كوكو منو وركا وركا حيقا واني قردوان عيديد اسماعيل كيدا دمانا خيارتا تلفشة قرنك إيا قلقيب قادتاي dubida diyaarinta iyo isku dubiridka warkan oo meel kasta joogtaan bayd ku dhaafaya salaamun laahi aleekum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.